كوكب وضينه وحدنا نطير ونعلي نجم. رحمة رياض حامل وشقيقتها تكشف ما حصل. منى أبو حمزة في ورطة. أصدرت نعمة رياض شقيقة الفنانة العراقية رحمة رياض توضيحاً بعد أن فقدت الأخيرة وعيها في حفل الميوركس دور الذي أقيم في بيروت. وقالت نعمة عبر حسابها الرسمي على سناب شات إن رحمة اللي ما يعرف للأسف هذا الأسبوع قضته في المطارات، تعب شديد وإرهاق بسبب السفر. الخاتمة كانت أمس انتهت من حفل الشرقية في السعودية في وقت متأخر، وما كان غير رحلة واحدة توصلها لبنان قبل حفل الجوائز بساعات قليلة. وأضافت الرحلة هذه كانت فيها ترانزيت إلى جدة، وبعدها تتحرك على لبنان الفجر. وصلت جدة وتحركت بعد ساعتين للبنان، ووصلت إلى بيروت الساعة 1 الظهر، وطبعاً ما كان فيه وقت تنام فاستمرت وجهزت نفسها للحفل. وصلت وبسبب التعب وعدم النوم والأكل والضغط النفسي للأسف أغمى عليها. نقضيها عشق وجواك لعلم الناس حميه. وكانت الفنانة العراقية قد تعرضت لوعكة صحية خلال حفل الميوركس دور، الأمر الذي أدى لطرح تساؤلات من قبل الجمهور إن كانت رحمة حاملاً بمولودها الأول من زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم. والصداقة والبراءة والابتسام. من جهة ثانية انتقدت كل من الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة وخطيبة شقيقها الإعلامية رنيم بخزام أزمة البنزين التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة بعد أن علقتا في زحمة السير بسبب طابور البنزين. غيروا جمال وبيقولوا يقولوا شو هم يقولوا. ونشرت منى عبر خاصية ستوريز على حسابها الرسمي على إنستغرام صورة من داخل السيارة قالت فيها مش رح تمشي بلا تعويي، بالإشارة إلى الكلب كوبي الذي كان في السيارة معها ومع بخزام. بدورها نشرت رنيم مجموعة من الصور أيضاً، وعلقت على صورة قائلة بالعجأة سوا أنا وكوبي ومنى. وفي صورة أخرى صورت رنيم طابور البنزين وعلقت البهدلة بصورة. وعلى صعيد آخر، فاجأ المنتج اللبناني جمال سنان زوجته الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن باحتفاله في عيد ميلادها، ونشر موقع الجرس على حسابه الرسمي على إنستغرام فيديو من الاحتفال الذي حضرته كل من دانييلا رحمي وجيسي عبدو، ظهر خلاله الحاضرين يرقصون على أنغام أغنية مسلسل للموت. وفي هذه المناسبة وجهت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن رسالة لنفسها، إذ كتبت على حسابها الرسمي على تويتر بيوم عيد ميلادي بشكر الله على كل نعمة عطاني إياها، الصحة والعيلة والأصحاب، وإنتوا اللي دايماً غامريني بمحبتكن، وجايزة الميوركس دور أخذتها بفضلكن وبفضل كل شي بتعملوه كرمالي. يا رب أيام أفضل لكل الناس، ويرجع هالبلد العظيم أفضل مما كان. شكراً على كل شيء. غنوا الحبيبي وقدموا.